عيال انا تعبت، انا تعبت يا عيال، انا ما ادري اذا صوتي واضح ولا. انا من المقطع اللي راح وانا اصور واحذف، اصور واحذف، اصور واحذف، لان بكل بساطه ماني قادر افوز يا عيال. اضطريت اني ارجع لاصلي، اضطريت اني ارجع الكتانة يا عيال، رجعت الناقه كيبا يا جماعه. ما في سلاح ما جربته، طبعا ما غيرت البلد، البلد ما غيرته، يعني ما وصلت لفقدان الامل للدرجه هذه، لكن الأسلحة غيرت كثير من الأسلحة وطورت وحاولت وسويت. بعضكم يعتقد أني أنا أول ما أوقف التصوير أقفل اللعبة هذه وصلى الله وسلم، ما تدرون أني أنا خلف الكواليس، يعني أنا أبدأ تسجيل يضربني البوس وأضحك وأقول آه كيوت البوس هذا، ثم أقفل التسجيل وأضرب ضرب أعنف جدة ابن الذين هذا يا عيال، يعني ماني قادر عليه يا عيال. يعني هو الموضوع الفيز الأول نخلص منه ايزي ان شاء الله، لين يجي الموضوع للفيز الثاني. طبعا الفيز الثاني يبدا الموضوع يصير عنصريه، يعني ما تقدر تتنفس حتى، انت قاعد طالع انت بس. الضربه هذه ما كان لهم داعي انه يضربني، فانت قاعد طالع بس وتنضرب بالفيز الثاني. الفيز الاول تقريبا يعني اقدر اخلصه بدون لا يدمجني حتى. الفيز الاول هو الموضوع كله بالفيز الثاني، هو بالفيز الثاني يبدا الموضوع يصير غريب للامانه، وانا ما اعرف كيف اتعامل معه. يعني الواحد وده يعرف كيف يتعامل معه بس ما. الفيز الاول خلاص يعني ما في اي شيء غريب في الموضوع يا عيال، وصلته هنا ألف مره، طفشت منه يا عيال، انا تعبان، انا تعبان. طبعا هنا هو يقعد يتعصر شوي، يعطيني النظره هذه. طبعا انت اذا شفت النظره هذه خلاص يعني اطلع من الارينا، اذا تقدر تطلع اطلع. ابن الكلب الثاني يجيك من ورا من هناك، يقعد ينادي اخوه يقول له تعال، ما ادري عيال يتنمرون علي من الاخير، يتنمرون علي. انا تعبان يا عيال، انا تعبان، انا قاعد اصور المقطع هذا وانا متاكد اني ما راح اشيله، بس ابي انزلكم شيء، ابي انزلكم اي شيء. شوف يسبك يقول لك مشوه، طبعا هذا يجي يسبك شوي قبل لا يضربك اخوه. يا عيال انا كنت اعتقد ملينيا صعبه، ياد ملينيا ما هي على ليفله، البني ادم هذا على ليفل غريب جدا يا عيال، انا ماني فاهم كيف حاطينه بالقوه هذه والوضع عادي. طبعا بيقول لي بيجيني واحد يقول كفو ماجد تفاديت هذه وحش، حبيبي ما في اي وحش في الموضوع، بنضرب. يعني هو انطقطق معه في البدايه بس. ايوه انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، خلاص مت. هو كذا يا عيال، هو كذا اللعب. تبي تلعب كذا العب كذا، ما تبي تلعب كذا طف اللعبه وروح العب ماينكرافت. ما تدري ايش تسوي يا عيال، ما تدري ايش تسوي. ما في ولا بوس خذ مني مقطعين الا بوس واحد اللي هي كانت ميلينيا، هي الوحيده اللي خذت مني مقطعين، الوحيده. الحمار هذا ما راح تكفيه مقطعين. شوف شوف، طبعا تقول لي انحش هنا، ما في مكان، ما في مكان، ما اقدر اطلع من الارينا انا، فخلاص انضرب من هذه والشكوى لله. بس مره ثانيه الفيز الاول اوكي اوكي، انا كنت مركز في السوالف. يا شيخ الله ياخذك، يا شيخ الله ياخذك، يا شيخ الله ياخذك وياخذ اللي حطك في اللعبه. انا يكفي صوتي تعبان اليوم يا عيال، ورايح فيها ومنظر بحالتي حاله. يا عمي اصبر يا ولد، اصبر اصبر. مره ثانيه الفيز الثاني، يلا بسرعه، يلا 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 يلا، سريع سريع سريع. اتوقع اني بيدمجني المره هذه، لا الحمد لله ما دمج. احط بف يا عيال على السيف، نحط بف على السيف، ما في مشكلة، نحط بف على سيف ويضربني عادي. حلو. طبعا انا اللي عرفته، اللي عرفته اني انا لازم اكون قريب منه، لاني اذا بعدت عنه يا عيال يبدا الموضوع يصير مره غريب، يسوي حركات كذا ما يسويها الا متخلفين. طبعا واضح من تحركات يعني لعبت ضده خلف الكواليس كثير صح؟ ادري ادري والله اني ادري، والله اني ادري. لا لا المشكلة اني اموت، لا والله ما معي قوارير كثيرة، معي 5 قوارير. الحق ينقال انا خلف الكواليس اذا وصلت الفيز الثاني دائما اموت، فالمحاولة اللي قبل شوي ترى كانت مرة كويسة. اتوقع يمديني اهرب منها هذه، ما يحتاج تدمجني. حلو، تسحبني عندك ولا؟ يا اخي تعال هنا يا اخي، ابعد عن ام السور هذاك، عشان اذا سويتها مره ثانيه اقدر اضربك. اوكي حاولت اجرب حركه جديده ما ضبطت.
طبعا انت في البدايه ما تجي، هو يجيك اذا ما جاك ترمي عليه سكينه كذا. ايوه كيف جاك؟ اهم شيء انت ما تروح له، تروح له انت جي. اوكي انا طمعت شوي للامانه. اوكي بدايه معفنه. اي والله اني من جد ما اعرف كيف اتفاداها هذه. حلو بدينا امها في بلاد لوس، هذه افضل بدايه ممكن انت تبداها. الله اني حسيت، والله اني حسيت صرت اعرف الوزنيه متى بيضرب متى ما راح يضرب، هذا شيء كويس. اخ يا عيال مين اللي حط الحمار هذا في اللعبه يا عيال؟ تحرج منه، انت تعطيه ال2 R2 يجيك دمج محترم، بس احنا نبغى البليد فتعطيه R1. ما تطمع ابدا، ما تطمع عمرك لا تطمع في اللعبه هذه. R1 ثم دحرجه ثم R1 كل اللي نبغاه احنا البليد، ما نبغى ستان. انا لاحظت ستان مو يعني نادر جدا انه كان يجيني ستان، اتوقع جاني مره واحده عنده يعني بدون مبالغه مره واحده. فتعطيه R1 تنحاش منه ولين الاخير تلف يمين وتنط، تقدر تتفاداها. تقرب منه مره ثانيه قبل لا تروح البفات حقتك، ينط عليك. هنا ما تعطيه ال2 ممكن ينط مرتين فتعطيه R1، هنا يدمجك لانك سابك. حلو. ما ادري ليش اعطيتها هذه، ما ادري كانت غلطه. الواحد ما يغلط معك يعني. عادي هيل مره ثانيه. يعني لو في امكان نحط بف يعني ما اتوقع، بس لو فيه. لاحظوا البلد لوس للحين ما جاني يا عيال، موضوع يعني عادي. في عنصريه يا ماجد لانك عربي، ممكن طيها. ثم واحده ثنتين ثم R1 ثم نروح الفيز الثاني. ما جاني ولا بلد لوس ولا جاني ولا ستان. انا اسف خلاص، ما عاد ابي بلد لوس ولا عاد ابي ستان، بس خلني اعيش. تعطيها اوه. طبعا الحين انت كل اللي تتمناه بهيل خلاص بيضربني. الله يا عيال، من عيال ايش الاتاك هذا يا عيال؟ يا عيال حركاتها تراها نفس حركات الفيز الاول بالضبط نفس حركات الفيز الاول تقريبا يعني، بس المصيبه في ام النور الذهبي الهولي هذا اللي ينزل. يا اخي استحلى وجهك، يا اخي استحلى وجهك يا اخي. اي حق تقعد تضرب كذا انت؟ تدري انك كنت من افضل البوسات بالنسبه لي. صرت احب مليني اكثر، ابهيل ما راح اضرب، بهيل يا عمي. لا انت مهيل ولا انت ضارب، بتاكل تبن وترجع للجريس. فيز الثاني ايزي، خلي اركز بس. شو البزر هذا؟ خلصت ستامنا يا عيال، خلصت ستامنا. وش تبون اسوي؟ تعال قرب لي يا عمي، قرب لي، لا تروح بعيد وتسوي حركاتك الغريبة. لا شلون؟ يا عيال شلون ضربتني شلون؟ أخيرا والله يا عيال ما يطول معي الفيز، يعني أنا كل شوي أوديه الفيز الثاني ترى. يا أخي انتظرك لين تضرب أو يسويها علشان ما يمديك تهرب. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك ولا يوفق الياباني اللي حطك في اللعبه يا ولد. اذا بغى يضربك بيضربك مهما سويت، اذا بغى يضربك يا رجل. ليش السحر يضربني كل مره؟ ليش؟ كان المفروض المقطع ينتهي هنا، لين تذكرت واحد من الشباب قتل ردان، فقلت له يجي يساعدني. وينك؟ هذا انت؟ ما انت بشايل الكلب، ما انت بشايل الكلب. تعال، جاري استدعاء متعاون، جاري استدعاء. ابدا احط بفات، حط بفات. الحقني، شوف انا بدخل ثم الحقني. عامر اضربه. شو السحر اللي ابو كلب هذا اللي جاي من المقريب؟ عامر قاعد تموت. عامر بفزع لك. ما عليك اركض، خليك وراي. والله جيك الكوتيليا يا اخي، والله اليد يا اخي اليد مو بلا. عامر متاكد انك شلت رادان قبل كذا يا عامر؟ اي بس عامر اضرب يا عامر، انت قاعد تنحاش. يا ولد شو السحر اللي ابو كلب هذا؟ من اي مدرسه سحر جايبينه هذا؟ اوف من معنى سهل واحد. اضرب
يضرب، قاعد يضربني، قاعد يضرب الهوس. سحري ما ينفع، ما ينفع. طيب تخطى طيب ولا ايش تبي؟ تخطى الله يقلعك. جاهز بموت. جاهز لل هذا لو انجاز. طلعني انا بسحر. خلاص الازرق. يا عمي ما ورقت كذا ولا كذا، انا اللي شايل امش. مسك. لا ما مسكني، ايش تنتظر لين يمسكني؟ يخلص علي تعال. اصبر اصبر خلي. والله العظيم اليد. اوه ولد، ما كنت مستعد، ما كنت مستعد. ايش في امه نف علي يا عمي؟ خر على سحرك الضعيف. ما قاعد يوص. لا عامر حبيبي حط سحر قوي يجيب لك صرفه. وش السحر القوي؟ والله ما ادري. شوف السحر العقيم. سحر المنحرف هذا. انت اطلع يا ساقط. اكيد مين يعني؟ مين الخبل اللي حط في الزاويه؟ حط حط مفادك، خلينا ندخل. بس انت القاروره هذه بس اللي بتجربها. بس انا يعني اسف اني قلت لك حط مفادك، حط بفك. يا دمجني ليه؟ اضرب يا اضرب يا غبي. اصبر الله، العود مو معي. بموت بموت يا كلب صدق. حتى انا بموت. يا هذه وين راحت؟ والله ما ادري وين راحت. اربع عامر، اربع عامر. مالك 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 مالك. هذه وش اللي اعطيتني؟ هذه ابو كلب، هذه يا عمي هذه ابو كلب تستخدمها. استخدم الثاني حقت الليل كويسه. ترى هي ما فيه ولا. مالك مالك. والله. ايزي ايزي. اركض اركض لا تموت، اهم شيء انت هنا. دمج عامر، ليش ما تدمج انت؟ يا اخي والله اليد توقف تلف علي. لا والله ما لف علي. اي يا عامر وحش. عامر وينك؟ عامر 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 ليش يكتب لي انك مت يا عامر؟ عامر الحين الحين قوي يا رجال الحين. اطلب الله. اسمع 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 عطل بفاتك بفاتك جهز. لا تجيب وانت ما عندك بف. عشان انتظر بفاتك انت بعد. لا رجال ما عندي بفات. يا ولد شرد اشرب بسرعه انت، اصبر. اوف يا عمر كلا. اوف اوف بفات كثيره. والله ما ادري ايش فايدتها. يا ولد المشكله اني انا حاط 10 بف وانت بف واحد ومنور اكثر مني. لا تدمج في البدايه. اثنين ثم واحد ثم اثنين ثم ثلاثه اربعه خمسه سته وسبعة ثمانية وترى لف عليك. ايه عمري الدمج، ايه عمري الدمج. حي ذا العين، حي ذا العين يا عمر. بس ما اشوف من سحرك، ما اشوف من سحرك. انت بالسحر سريع، سحر سريع. والله قاعد اهيب. طيب طيب معلش بموت. هني وني هني وني هني وني بموت. ايه وزهل ميزان ملك السحر. عامر ما اشوفك تضرب. عامر عامر اضرب يا عامر. زهل زهل قاعد اضرب. لا سووا مرتين يا سبب مرتين. لا تكمل عامر مات. عامر يا ولد هيله كثير اذا عامر معي. والله هيله يصير. يا عمي شيني وريحني يا عم. لا لا تشيني. ماجد تدري حبيبي؟ ما ادري حبيبي قاعد تموت عامر. الحين انا بسالك سؤال. انت شلت رادان في عالمك صح؟ يعني المفروض لو اجيبك هنا يتعنف ايزي. انت المفروض انك خبير في الموضوع يا رجال. خال الممك اسال الممك. الممك هو اللي جلس على كرسي الدن اللورد. رجال الممك ارجل. يا ولد اقول لك الممك يناديه بالجرس، ينادي عامر بالجرس. لا يدمجني. ابرح انا وش تبيني اكلمه اقول له لا تدمج الولد يا اخي. فك امي من ذا الحركه يا اخي. القم القم احنا. لا هذه حمزه حمزه بشرب هيل. ما بشرب هيل بشرب بلعك القاروره. عطى يا عامر.
معلش في الفيز الاول جلاد في الفيز الاول ما مثله يا ولد يضرب بيد من حديد روح على طول روح الحين يا اخي ما تنفع الروح على طول بعدين انت ساحر تضرب من بعيد ما ادري سوي اللي تبي انا بنحط انت اذا ناد اوه عامر بموت لا تكفى تكفى ما نقدر يا ولد يضرب اذا مت يا اخي يضرب اذا مت خلص الباء جاري استدعاء متعاون يا ولد هذا متعاون مع رداني يا ولد مو متعاون معي يعني ما يسوي شيء لين انا اموت ثم فجأة يبدأ يسوي اصبر اصبر يا ترى الخشبة حقتي طبعا الخشبة يقصد عصا السحر قاعد اشرب سحر قاعد اشرب سحر اضرب اضرب يا اخي جايبك زينة اضرب القم يا حمار اوه اثرى يدمج من بعيد طلعوني طلعوني لا ساحر يا ولد انت من ساحر انت من انت رجع 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 الخشب الاكاديميه يا كلب مين اللي وقع لك على وثيقه التخرج لا 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 دقيقة بس خلاص حبيبي كفي وش دقيقة انضربنا كثير يا ولد خلاص زالني زالني جايب شيء جديد اوه شت